شبل الزيدي واحمد الاسدي وبوالاء الولاي، ذولا ثلاثه كانوا عندهم وزاره الزراعه كلهم، واكو تقاسم هذا حق كما يقال، يعني هذا المدير العام اليك وهذا المدير العام لي. الان بوالاء الولاي عنده كتله، شبل الزيدي وضعه ما ادري شنو، تسمع عنه انت اكثر من عدي، واحمد الاسدي عنده وزاره ويمكن هم عنده كتله. هذا كله صار، هذا جزء بسيط، هذا جزء بسيط، هذا كله صار بعد خروج التيار الصدري. اكو ناس هناك من يقول انه تغولوا، ولذلك المالكي يشعر بتغول هؤلاء الاشخاص، هسه مو فقط هاي الاسماء او يجوز مو مشموله هاي الاسماء، بس اكو اسماء تغولت خلال هذه الفتره. شوف استاذ محمد، هذا صحيح لو خطا؟ شوف استاذ محمد، قبل ان اجيبك صحيح او خطا، اولا العمليه السياسيه هي مو حكر على احد طبعا، بالتالي كل انسان ناجح يستطيع ان يقدم نفسه بشكل حقيقي وبشكل واقعي ويعمل ويرضي الجمهور، سوف يكون له وجود على الساحه السياسيه، بغض النظر عن الاسماء اللي انت ذكرتها او تحدثت بها. اولا فلنتحدث بهذا الشكل، السيد المالكي في فترة إدارة مجلس الحكم، هل كان هو ضمن أعضاء مجلس الحكم أم كان احتياط؟ حتى بالاحتياط ما كان موجود، باعتبار كان هنالك أعضاء مجلس حكم واحتياط لهم، وبالتالي السيد الملك كان عضو مجلس نواب بالدورة أو اللي يسموها اللي سبقت الانتخابات عام 2006، كان عضو بها الجمعية الوطنية. وبالتالي سيدي الكريم بعد ذلك بالدورة الأولى قدموا السيد المالكي على أساس انتخابات، وكان تنافس ما بينه وبين عادل عبد المهدي، إلى أن كان تدخل التيار الصدري في قضية الانتخابات وصارت الغلبة للسيد المالكي، من ثم طرح نفسه أعجب به الجمهور كان ما كان في القضية السياسية. إذن هؤلاء هل يختلفون بشيء عن السيد المالكي؟ طبعا لا ما يختلفون طبعا، تحب التيار الصدري يلا صعدوا. اسمح لي اسمح لي لا خوب السيد المالكي بدعم التيار الصدري، المالكي واحد من أكثر الأشخاص اللي حصل أصوات لا مو هيك بتاريخ رؤساء الوزارات. أستاذ محمد مو هيك احنا نقراها. أولا اسم السيد المالكي خسر أمام السيد عادل عبد المهدي لولا التيار الصدري، ورا ست أشهر اختلفوا في التيار الصدري. تمام طبعا مو هيك، وبالتالي همين احنا نقول مثل ما أنه انسحاب التيار الصدري أعطى المجال لهؤلاء، دعم التيار الصدري إلى المالكي أعطاه المجال أن يكون رئيس وزراء ويستمر بهذه القضية. إذا احنا ما نقرأ حقيقة بهذه القضية، احنا نقرأ هؤلاء استطاعوا ان يقدموا انفسهم بالشكل الحقيقي والواقع، مثل ما قدم السيد المالكي نفسه بالشكل الحقيقي واستطاع ان يقنع الجمهور بأدائه وبعمله، وبالتالي كان ما كان من القضية السياسية.